أسباب غلطة نندم عليها سنين، بتيجي على أهون الأسباب غلطة نندم عليها سنين، وحتى اللي ماشيها بحساب ليه وقع بتقسمه نصين، بتيجي بتيجي على أهون الأسباب غلطة نندم عليها سنين، بتيجي على أهون الأسباب غلطة نندم عليها سنين، وحتى اللي ماشيها بحساب ليه وقع بتقسمه نصين، بتيجي على أهون الأسباب.
صباح النور يا حبيبي. صباح الهنا. صدقيني لو قلت لك وحشتيني 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 قوي قوي قوي. هقول وحشتك. احنا كنا لسه مع بعض امبارح. عموما انت كمان بتوحشني قوي، حتى وانت قدام عيني. كفاية اقولك انك خليت لحياتي طعم بوجودك فيها، بقى ليها قيمة ومعنى. فعلا فعلا بحبك اكتر بكتير من متصور. كنت باخد غطس وهطلع اغير وروح المكتب. طبعا اكلمك لما اوصل، واعملي حسابك لو سمحتي اني اشوفك النهارده. خلاص ما بقاش ينفع يعدي يوم من غير ما اشوفك. بحبك. I love you وفاء. باي باي، مع الف سلامة. I love you وفاء. صباح الخير يا عم امين. صباح الانوار والخير كله يا ست هاني، يومك ورد باذن الله. الله شكلها حلوه قوي وريحتها حلوه كمان. ميرسي يا عم امين. ربنا يجبر بخاطرك يا ست هاني. قول لي شيرين وصلت ومنتظره جنابك ولا مؤاخذه؟ وليه لا مؤاخذه يا عم امين؟ والله ما عارف، هتطلع مع الكلام ولا مؤاخذه. قولي لي يا شيرين، اخبار الجواز ايه؟ مبسوطه؟ الا مبسوطه يا هاني، ده انا مبسوطه قوي. طب قولي لي، حبيتيه اكتر قبل الجواز ولا حبيتيه اكتر بعد الجواز؟ لا يا سعيد، ده حب العمر كله. قبل الجواز كنت بحب حب ما يتوصفش، وبعد الجواز حبي زاد لي يجي مليون مره. ده كده الحب جميل. ياه، ده احلى حاجه في الدنيا يا هاني، الحب مع راحه البال. وطبعا راحه البال ما تجيش الا مع الحب، صح الكلام؟ الا صح الكلام، ده صح ونص وثلاث ارباع كمان. على فكره انا وسعيد وحبنا مديونينك بفضل كبير قوي. لولا وقفتك جنبنا وسعيد اللي ما كانش لاقي شغل، وشغلتيه في وظيفه محترمه في الفندق، وكمان وقفتي جنبنا في الشقه والجهاز والفرح، كان زماننا مقضيينها دلوقتي تمشيه على الكورنيش وقرطاسين ترمس. هو ده بقى الكلام اللي ملوش لازمه. ها تحبي بقى احط لك لون ايه النهارده؟ لا مفيش وقت للون، انا عايزه اعمل مكياج وكوافير. قومي بينا عشان اعمل شعري. يا وردي مين يشتري؟ قولي الحبيب يهديك. يا وردي مين يشتري؟ قولي الحبيب يهديك. اهدي ليه الامل والهوى والقبل يا وردي. ده سعاد الفطار بسرعة. على طول كده عامله دوشه على الصبح. ايه الحلاوه والشياكه الباريسيه اللندنيه اللي بتجامد قوي دي؟ بجد شيك شيك، ده يخبل مش شيك بس. ده سعاد. امرك يا هانم. قولي لي، البنت دي نصابه وبكاشه ولا بتتكلم بجد؟ بصراحه بصراحه يا هانم، الطقم في منتهى الشياكه، زي ما يكون حياكم من حضرتك حته. شفتي بقى يا ست ماما، ان انا ما طلعتش ولا بكاشه ولا نصابه. انت حبيبه قلب مامي وروح قلب مامي كمان. حبيبه قلبي يا مامي، احلى جود مورنينج على احلى قشطه في الدنيا. قشطه. البنت دي يا دادا من ساعه ما راحت الجامعه بتقول لي حاجات غريبه، ما اعرفش جابتها منين. ربنا يخليها لك يا هانم، هي واخوها، ويفرح قلبك بيهم يا رب. ميرسي يا دادا. شكل كده الشيف النهارده عامل لنا فطار بمزاج عالي قوي. انا السبب، قلت له ان حضرتك بتحبي الفول بالبيض على الفطار، وقفت على ايده لحد ما عمل. ميرسي يا دادا. ايه ده؟ اه شفتي باص الجامعه جه وما لحقتش حتى افطر. اقعدي افطري، سيبي الباص يمشي وبيروح انت بعربيتك. ما ينفعش يا مامي، ما انت عارفه ان انا بحب الجو والهيصه بتاعه الباص دي. انا عملت حسابي وعملت لك السندوتشات اللي انت بتحبيها ولفتهم لك كمان يا حبيبتي. ايه ده؟ الله تسلمي لي يا دادا، ربنا يخليكي. يا سلام، يعني انا كده بقى هفطر لوحدي؟ معلش يا حبيبه قلبي، بقول لك ايه، ما تنسيش تسلميها على احمد لما تتصلي بيه، قولي له راح تتصلي بيه زي كل يوم اخر النهار. باي باي. بعد لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ست مامي،
انا عايزه اسالك سؤال مهم جدا وتجاوبيلي عليه بصراحه. اسالي. ايه سر الحلاوه والشياكه اللي انت محلواها الايام دي؟ يعني زي ما تقولي كده بحب. بتحبي؟ اه طبعا بحبك قوي قوي، وبحب اخوكي احمد قوي قوي قوي. عرفتي بقى ايه سر الحلاوه اللي انا محلواها؟ خضتيني يا مامي، احنا اللي بنحبك وبنموت فيك يا احلى ام في الدنيا. طب يلا يا بكاش الباص هسيبك، اجري بسرعه. ده انا نسيت الباص. باي 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 باي, باي. على المكتب جنابك يا فندم. ايه بتقول ايه؟ على المكتب جنابك ان شاء الله. لا، على الجمعيه الخيريه في امبابه الاول وبعدين هنروح المكتب. اوامر جنابك يا هاني. كله تمام يا فندم، الايميل بتاع المدام وصل من فيينا وفي تاريخ وصوله الجروبات. اوكي، رتب مع القريه بتاعتنا بتاع شرم الشيخ، وبقيه الحجوزات والجروبات يبقى اتفق مع كوره وفنادق جروب المصري. اي فندم، بس احنا في تعاقدات كتيره قوي مع كوره تانية، يعني لازم نعمل توازن في توزيع الافواج. استاذ ايهاب، نفذ اللي بقول لك عليه، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. للمدام من فيينا، ورد عليها قول لها ان انا في ميتنج شغل، لما اطلع بكلمها. ايوه مدام، صباح الخير. لا اكمل بيف ميتنج، هو ساب الموبايل معايا. حاضر حاضر يا فندم، مع الف سلامه. المدام بتقول لحضرتك اكلمها عشان عايزاك في موضوع مهم يا باشا. ده انت مش معايا خالص يا باشا. هو في ايه؟ لمؤاخذه يعني في مشاكل بينك وبين المدام؟ استاذ ايهاب. ايوه فندم. روح شوف شغلك، وانت خارج كمان ابعت لي فنجان قهوه. حاضر يا فندم، ربنا يروق بالك يا باشا. وانا بحبك كمان يا جمالك. لا يا استاذ، اللي انت بتعمليه ده كتير قوي، ما ينفعش. اللي حضرتك بتعمله هو اللي ما ينفعش يا دكتور. انت متاكده ان كل اللي انا بعمله ده لمصلحتك؟ بس الناس الغلابه اللي حاطين املهم علينا دول ذنبهم ايه؟ اللي انت عملتيه وبتعمليه عشان الناس انا شايف انه كفايه قوي. يا دكتور، انا اكتر حاجه بتسعدني في حياتي هي مساعده الناس الغلابه والمشروعات الخيريه. ما تصورش سعادتي بتبقى قد ايه وانا بمسح دمعه من عينين ارمله بتربي يتامى، او وانا بشوف الضحكه كده مرسومه على وشوش الناس الغلابه بدل الهم اللي مرسوم على وشوشهم. لو سمحت يا دكتور، الكشف اللي هيجيلك من الاستاذ فهمي مدير الجمعيه هيبقى فيه اسماء كل الشباب اللي احنا دخلناهم المعهد واللي بيتخرجوا السنه دي. عايزين نلاقي لهم كلهم وظايف مناسبه في القرى والفنادق بتاعه المجموعه. يا استاذه، مع تقديري لحبك لفعل الخير، انت عارفه كويس قوي ان السياحه مضروبه بسبب الازمه الاقتصاديه اللي في العالم كله. كل القرى دلوقتي بتفكر توفر يمكن نص العماله اللي عندها، واحنا اصلا عندنا ضعف العماله اللي احنا محتاجينها، نقوم نزودها كمان. طب لو قلت لك عشان خاطري يا دكتور. عشان خاطرك؟ انت صاحبه القرى وصاحبه راس المال وصاحبه كل حاجه، واللي تقولي اوامر. ما تنساش ان الجمعيه الخيريه دي وكل نشاطاتها صدقه جاريه على روح المرحوم بابا والمرحومه ماما، وانت عارف طبعا ان بابا بعد ربنا طبعا هو صاحب الفضل في كل اللي احنا فيه ده. الله يرحمه، كان واهب عمره كله للخير. نفس اللي انا بعمله معاك دلوقتي هو اللي كنت بعمله معايا بالظبط، ونفس ردودك دي
هي نفس ردوده بالظبط. صحيح اللي خلف ما ماتش. ربنا يخليك ليه يا دكتور. ممكن بقى تقولي ايه اخبار الشغل؟ قبل ما نتكلم في الشغل كان في موضوع مهم عايز اتكلم معاكي فيه. خير يا دكتور. بعد اذن حضرتك الورد ده جه لحضرتك ومعاه الظرف ده. متشكره. حط الورد عندك وتفضلي على شغل. عم حفناوي. افندم يا هند. طمني ايه اخبار صحتك دلوقتي؟ الحمد لله الدكتور طمني وانا ماشي على العلاج. طب ولما اطمنت بقى وبقيت كويس فين النسكافيه الجميل بتاع الصبح؟ لما اقصى يا هند قدام حضرتك اهو. ايه ده؟ فعلا انا ما خدتش بالي. طب معلش هو برد خده بقى اعملي واحد تاني. تحت امرك. تشرب حاجه دكتور؟ لا متشكر. شكرا. جميل أوي الورد ده. فعلا هو ورد جميل. من حد نعرفه؟ حضرتك قلت لي ان كنت عايز تكلمني في موضوع مهم. خير؟ لا خلاص نأجله بقى عشان وراه شغل كتير. بعد اذن حضرتك. اللي اقول يا دكتور ايه اخبار قضيه ارض الزمالك؟ كان في جلسة من أسبوع كده بس المحامي بتاعنا شكله مش مطمن. إزاي الكلام ده؟ بابا شاري الأرض دي ومسجلها من قبل وفاته بسنتين. أيوة بس ما تنسيش إن خصمنا في القضية وعنده برضه عقود مسجلة هو أكبر رجل أعمال في البلد محمود بيه عزت. طبعا مش محتاج أقولك نفوذه واصل لحد فين؟ مهما كانت نفوذه أكيد عقوده مزورة ومشبوهة زي ما حياته كلها مشبوهة. القضية دي لازم نكسبها والأرض ترجع لنا والمحامي بتاعنا كمان لازم يثبت وقعة التزوير ويدخل محمود عزت ده السجن. الست دي قرفاني في عيشتي من يوم ما أنا اشتريت الأرض وبيني وبينك أنا مطول بالي عليها بس أنا لو حبيت أنسفها من على وش الدنيا هنسفها بصبع رجلي الصغير. الأرض والحمد لله تحت حيازتنا ورجالتنا بيحرسوها والقضية كسبانينها إن شاء الله. بص يا دكتور حمودة على قد ما الارض دي بتهمني على قد ما يهمني ان انا اكسب براخيل الست اللي اسمها وفاء المصري دي اللي عامله لي فيها 17 راجل وما مش عارف على ايه. ما هي برضه معذوره محمود بيه. انت مشتري الارض ومتسجله لك ووالدها الله يرحمه كان مشتري الارض ومتسجله له. يظهر ان الجماعه اصحاب الارض الاصليين لعبوا عليكم انتوا الاثنين باعوا لك وباعوا لوالدك وسجلوا لكم انتوا الاثنين وكنتوا المفروض. بص يا دكتور حمود انا ماليش صالح في الموضوع ده. انا دافع مبلغ كبير قوي في الارض دي والارض دي حالها واقف وبعدين القضية في المحاكم بقالها سنة واثنين وثلاثة وانت عارف كويس قوي انا اشتريت الارض دي ليه. اشتريت عشان ابني عليها مقر ضخم لمجموعة شركاتي. الرسومات جاهزة والمقاول جاهز ان يبتدي الانشاءات فورا. انا عايزك تطمن يا محمود بيه في خلال الجلستين ثلاثة الجايين ان شاء الله مرحلة هتكون اتحسمت لصالحنا. ساعتها اقدر اقولك نزل المقاول الارض ويبدأ في الانشاءات براحته. طب قولي بالنسبة لقضية الاحتكار عملت فيها ايه؟ دي في طريقة للحفظ يعني اعتبرها كأن لم تكن. طب وبالنسبة لقضية الواد الصحفي ده بتاع جريدة المستقبل اللي خدنا عليه حكم هتسيبه كده من غير ما ياخد عقابه؟ أنا بقى الموضوع ده بالذات كنت عايز حضرتك نعمل فيه بمبدأ يا بخت من قدر وعافي. أنت عارف كويس قوي إن المبدأ ده مرفوض بالنسبة لي. الولد ده غلط ولازم ياخد عقابه وبعدين ده حكم قضائي ولازم يتنفس. يا فندم الولد صحفي شاب يا دوبك لسه بيبدأ حياته من أسرة على قدها. أمه وأبوه جولي المكتب وكانوا في حالة انهيار. مستعدين يجوا لغايه عندك ويعتذروا لك نيابه عني. الاعتذار ده مرفوض. انا لا يمكن انسى الاهانات اللي وجهها لي في المقاله بتاعته. الولد ده لازم ياخد عقابه يا دكتور حموده عشان يكون عبره لغيره من الصحفيين اللي عندهم اقلام مسمومه واعداء النجاح. ما هو برضه الولد ده لما يتحبس هيقوم علينا صحفيين البلد كلهم. اطمن يا دكتور حموده. الصحف القوميه في ايدينا، صحف الحزب في جيبي. اما بقى بالنسبه للصحف المعارضه والصحف المستقله خليهم يا سيدي يقولوا اللي هم عايزينه. الولد ده لازم يتحبس يا دكتور حموده يعني لازم يتحبس. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. طب اي امر تاني مني؟ لا لا اتفضل انت. انا كمان عندي ميعاد مهم في الحزب يا دوبك الحق. انا نازل اهو. بقول لك ايه؟
بلغ مدير المبيعات يرفع اسعار المنتج الشهر الجاي 10%. ايوه على كل الاصناف يا سيدي. انا عارف اعمل بس اللي انا بقولك عليه. لا ما تهيليش هقدر اجي المكتب النهارده. لا انا رايح على الحزب ومن الحزب رايح على المجلس. يا عبد الرحيم ما تخوتنيش بقى، اتصرف انت. خلاص يلا مع السلامه. الو، اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا اشراق؟ انت فين يا حبيبتي؟ الجامعه؟ طب يلا بقى شدي حيلك السنه دي بقى، انا عايزك تطلعي من الاوائل. لا ما تهيأليش هقدر اجي على الغدا النهارده، عندي شغل كتير يا حبيبتي. مين اخوكي؟ اخباره ايه؟ في الجامعه؟ طب اسمعي، اذا كلمك تاني النهارده قولي له ابوك بيقول لك خلص بقى عشان عايزك تقف جنبه. تشيل عنه شويه. وانتي عامله ايه؟ طيب بقول لك ايه، اشرقت، استني انا عندي تليفون تاني. لا هكلمك تاني. يلا مع السلامه. الو، خير يا انسه. صباح الخير يا دكتوره. يا ترى وفاء هانم موجوده اقدر اقابلها؟ لحظه يا فندم، انتي حاضره. اهلا، ازيك يا دكتور عبد؟ اهلا يا دكتور شوقي، ازي حضرتك؟ طب الحمد لله. اتفضلي يا دكتوره، الهنا فاتت زار حضرتك. عن اذنك يا دكتور. قولي يا دكتور عبد. ممكن لو سمحتي بعد ما تخلصي من عند وفاء تشرفيني في مكتبي 10 دقايق بس، في موضوع مهم قوي عايز اتكلم مع حضرتك فيه. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. هو ما تشرفيني مكتبي اكلمك بمنتهى الصراحه، بس ما فيش داعي هي تعرف انك انت جايه يعني. اوكي، عن اذنك يا دكتور. اتفضلي. يا اهلا اهلا. لا اهلا ولا سهلا، وتفضلي بقى غمضي عينيكي عشان المفاجاه اللي تهوس. اوامرك يا ست الدكتوره. اهو. لا الاثنين. حاضر يا ستي. اهو. خليكي مغمضه. فتحي فتحي. قرار من السيد رئيس الجامعه بترقيه الاستاذه الدكتوره عبلة مصطفى جمال الدين رئيسه لقسم البطنه والجهاز الهضمي في الكليه. مبروك يا بلبله. عارفه اول ما عرفت الخبر جيت لك جري، ما قلتش لاي حد، ولا لايمن جوزي ولا حتى لهبه. اصيله يا صديقتي العزيزه. اقعدي يا قمر. يا رب يا رب عقبال ما اشوفك رئيسه الجامعه واكبر واهم دكتوره في الدنيا كلها. واعملي حسابك بقى، انا عازماكي على الغداء انت والدكتور ايمن وهبه في اي مكان تختاروه النهارده، ده غير ان هديه الترقيه محفوظه يا فندم. بس كده شكلها هتصفصف عليا انا وانت بس، لان طبعا الدكتور ايمن هيبقى مشغول في العمليات وهبه لسه في شغلها. خلاص يبقى اخلص شغلي وهكلمك اول ما اخلص على طول تختاري المكان اللي يعجبك. طيب ممكن بقى تقولي لي ايه السر؟ سر ايه؟ سر الحلاوه والجمال ده. ده احنا محلويين بالجامد قوي. بجد يا عبله؟ بجد محلوه؟ زي القمر، شكلك حلو وزي القمر واخر شياكه، وكمان شكلك كده صغرانه 20 سنه. ممكن تقولي لي بقى اللي قلبي حاسس بيه مظبوط ولا انا غلطانه؟ يعني بعدين بقى يا عبله، بعدين هقول لك على كل حاجه. يبقى اكيد زي ما قلبي حاسس. ومين بقى سعيد الحظ ده؟ جورج كلوني ولا توم كروز اللي قدر يوقع قلب وفاء المصري؟ واحنا على الغدا مع بعض اكيد هقر واعترف لك بكل حاجه. هي المشكله المهببه دي اللي هقولها لك تتلخص في كلمتين. واحد اسمه كامل فهمي. ومين كامل فهمي ده؟ ده بني ادم من أسوأ أنواع البشر اللي ممكن تقابليهم في حياتك.
ويطلع ايه ده؟ يعني قابلته امتى؟ ازاي؟ عرفته ازاي؟ هو ومراته الأجنبية عندهم قرية سياحية في شرم الشيخ، وعندهم شركة كمان لتوريد لوازم الفنادق والقرى السياحية. من حوالي 4 شهور كده كان في مؤتمر سياحي عالمي هناك في شرم الشيخ، اتعرفت عليه هناك، ولأنه ولد اللي بيقولوا عليهم جوجولو ده يعني بتاع نسوان، قعد يتنطط ويلف حواليها لغاية ما وقعت في شباكه. معقول؟ معقول وفاء المصري تقع وقعة بشعة زي دي؟ دي قعدت أكتر من 15 سنة بعد موت جوزها الله يرحمه قفل على قلبها بقفل مسوجر. معقول؟ ليه وفاء كده؟ واد مساهوج بقى محترف، قلتلك يقعد يتنحنح كده للست ونطط حواليها، وانت زي ما انت عارفه يعني ما خدتش في ايده غلوه. طب مش ممكن تكون المعلومات اللي وصلت لك غلط يا دكتور شودي؟ يا دكتوره ما تنسيش اني خبير سياحي مخضرم، بشتغل في المجال ده بقالي سنين طويله. مفيش حد بيشتغل في السياحه في مصر من شرقها لغربها الا وعندي سي في عنه. للاسف الشديد بقى السي في بتاع كامل فهمي ده هباب وزي زفت. لما عرفت اللي حصل اتعرف عليها، اضطريت بقى اسال وطقس تاني، لقيته فعلا ولد جيجولو. شغلته الستات، علاقات نسائيه ملهاش عدد. علاقات نسائيه واخلاقه بشعه ومتجوز كمان وست هانم راح تحبه ليه؟ معقوله يا وفاء؟ عشان كده لما شفتك قلت اكيد ربنا بعتك، ما اقدرش اكلم حد غيرك في مشكله خاصه زي دي. انتوا اصدقاء من ايام الطفوله وتعرفي عنها كل حاجه، عشان كده كلمتك بوضوح. كل اللي انا طالبه منك انك تعملي المستحيل عشان تطرد الولد العبان ده من حياتها. اطمني يا دكتور، انا النهارده رايحه اتغدى معاها بره، وانا مش هسيبها الا لما تطرد البني ادم ده من حياتها خالص. معقوله كل الحب ده جواك يا كامل؟ ده انت جننتني برومانسيتك دي. هو انت مش عارف عملت فيا ايه؟ لخبطتلي كل كياني. عمري في حياتي ما تخيلت ان انا ممكن يحصل لي اللي انا فيه ده. انا كمان ما كنتش متخيل ان احب الحب ده كله. انت بقيتي كل حاجه في حياتي، ده انت اللي كتير قوي عليا لدرجه اني حاسس اني عايش في حلم، حلم جميل قوي. يا احلى حاجه في حياتي، يا احلى حاجه في الدنيا. الله عليك. كامل هقفل معاك دلوقتي، احمد ابني بيطلبني من سويسرا على الويتنج، فهرد عليه وهرجع اكلمك تاني عشان نتفق هنتقابل امتى. لا اله الا الله. احمد يا حبيب قلب ماما، صباح الفل يا حبيبي. لا ما انا ما كلمتكش عشان النهارده الويك اند، وانت قايل لي انك خارج تسهر مع اصحابك امبارح، قلت اسيبك لغايه لما تصحى على راحتك. يا حبيبي انت اللي وحشتني قوي، وحشتني قوي قوي قوي. وحشت لامي ودادا سعاد واصحابك، ده انت وحشت مصر كلها. طمني يا حبيبي، فطرت؟ لا يا باشا، انت تفطر وتفطر كويس قوي كمان، وبعدين تتقل لبسك، الجو عندكم ساقع قوي. طمني عليك، اخبار المذاكره والدراسه ايه؟ لا يا حبيبي، انا مش عايزه نجاح وبس، انا عايزه نجاح بتفوق. ما تنساش المسؤوليه اللي مستنياك في مصر، انت هتبقى صاحب المنشات السياحيه دي كلها، يعني لازم تبقى فاهم فندقه وسياحه كويس قوي كمان. لامي؟ لامي يا سيدي مهيصه ومشغوله على الاخر بجامعتها. لا ما يتهيأليش ان احنا هنقدر نجيلك ابدا الفتره اللي جاي. انت بس خلص السمستر ده، مش عندك بعديه 15 يوم اجازه تنزل تقضيهم معانا؟ خد بالك من نفسك يا حبيبي. محمد رسول الله. الا مسموح لي يا باشا ان انا اسال ساعتك سؤال؟ نو يا بابا، مش مسموح لك. انا مخي مش فيا دلوقتي، لو الموضوع ده يخص الشغل اتصرف بمعرفتك. لا يا باشا، ده خارج نطاق الشغل.
خير يا إيهاب؟ يا باشا أنا ملاحظ اليوم دول يعني أنت مش في الفورمة، مش عاجبني يا باشا، مالك يا باشا؟ ضح أنا مش في الفورمة. عارف يا بوب لما تكون شفت تفاحية وعايزها قوي وبذلت مجهول كبير قوي عشان توصل لها وتبقى التفاحية خلاص في إيدك ومتقشرة كمان ومش عارف تاكلها؟ ده يا باشا دي فزورة دي ولا إيه؟ متقشرة وفي إيدك ومش عارف تاكلها؟ لا يا باشا ده حاجة تغيظ. يس 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 حاجة تغيظ تغيظ ومش بعقل، تفرز تفرز قوي يا بوب. هي دي حكاية الهانم يا باشا. أيوة حكاية الهانم. الهانم عاملة زي التفاحة المتقشرة في إيديا ومش عارف أوصل للي أنا عايزه إزاي. لا 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 معانا أنت يا باشا، ده أنت شفت الشقرة والبيضة والخمري والسمرة، مش أنت يا باشا، ده أنت مدوبهم على كل شكل ولون. ده صحيح يا بابا، بس دي شكل ولون تاني خالص، كلاس قوي، جمال ورقة وداخلة دماغي وستايل ما حصلش. أنت هتقول لي يا باشا دي البيض القمر يا باشا. وانا بقى عرفت اوصل لها واخترق الحواجز والاقلاع اللي كانت محاوطه نفسها بيها ووصلت لقلبها. بس هقول لك يا باشا مش كل الطير اللي بتاكل لحمه، دي مزه غنيه حلوه وجميله ومستحميه ومتربيه على ايد ابوها، يعني مش مزه بيتش او ديسكو. هي فعلا مش مزه بيتش او ديسكو. طب والعمل ايه؟ ما هي راكبه نافوخي ومعششه. اذكر يا باشا انك انت وقعت وزي المثل ما بيقول جبت صيده اصطادك. الظاهر كده يا بوب، الظاهر كده. والله يا باشا انت صعبان عليا قوي. بس يا باشا ما دام ملكه القلب اللي ما حدش قدر يملكه قبل كده يبقى فيش الا حل واحد يا باشا، من الباب على طول. اهو ده بقى رابع المستحيلات. انت عارف ماريا وعارف شخصيتها عامله ازاي، دي ممكن تنسفني وتبيعني الحديده. يبقى خلاص يا باشا انا شايف ان انت تنسحب، انت بتجري وبتعافر على المستحيل يا باشا. مفيش في قاموس كامل فهمي كلمه مستحيل، طالما دخلت هنا يبقى يحصل. الفايل اللي حضرتك طلبته يا فندم عن مصروفات وايرادات فندق المصري شرم لشهر ديسمبر ونوفمبر. كويس قوي كويس قوي. تمام، لو حد سأل عني بقى انا في مكتب النقل. أوامرك يا فندم. الفايل ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ دي تلات عروض من اكبر تلات شركات لتوريد الاغذية والمشروبات. بس احنا عندنا تعاقد مع شركة كامل فهم للتوريدات على انهم يوردوا لنا كل الاغذية والمشروبات لكل فنادقنا في القاهرة والاقصر وشرم والغردقة. ايوة بس اغلب توريدات شركة كامل فهمي غير مطابقة للمواصفات ودون المستوى واسعارها مرتفعة. ايوه بس ما تنساش يا دكتور ان شركه كامل فهمي كمان بتورد لنا جروبات سياحيه، والجروبات بتاعتهم دي فرقه معانا جدا في نسب الاشغال في الفنادق بتاعتنا. بالنسبه للبند ده شركه طارق يوسف باسعار افضل وبعموله اقل. يا دكتور احنا في تعاقد بيننا وبين شركه كامل فهمي والمفروض ان احنا نحترم تعاقداتنا كالعاده. العقد اللي بيننا وبين شركه كامل فهمي بيتم تجديده شهريا بموافقه الطرفين. نكمل الشهر ده وبعدين نتفق مع افضل عرض من الثلاثة اللي قدامك. اوكي يا دكتور شهدي، انت سيب لي بس العروض الثلاثة وانا هدرسها، ومن فضلك من هنا لحد ما ادرسها كل حاجة تفضل ماشية زي ما هي لغاية ما نبقى نتكلم في الموضوع ده بقى بعدين ان شاء الله. كل ده حصل من امتى؟ من حوالي 4 شهور. بس هتصدقيني لو قلتلك اني حاسه كاني اعرفه من زمان قوي وبحبه من سنين طويله. وفاء اللي انا واثقه منه واللي انت اكدتيهولي من اكتر من 15 سنه بعد وفاه المرحوم ابو احمد ولميس ان انت لغيتي كلمه رجاله وحب من قاموس حياتك تماما. فعلا
أنا كمان مستغربة من نفسي قوي، مش عارفة إيه اللي بيحصل لي، إيه اللي لفت نظري ليه، إيه اللي خلاني أحبه وأسلم له مفاتيح قلبي. وعلى فكرة أنا حاولت أبعد عنه أكتر من مرة، كل ما قرر أبعد ألاقي نفسي مش قادرة. أنت عارفة إنه متجوز؟ آه، هو قال لي إن هو ومراته الأجنبية منفصلين من سنين طويلة قوي، ما بيشوفهاش خالص غير يعني مرة مرتين في السنة لما بتيجي مصر عشان تشوف أحوال القرية السياحية وشركة التوريدات اللي هم شركاء فيها. وانت بقى مقتنعة بالكلام ده؟ طبعا، هو أكيد لي إنهم منفصلين كأزواج من سنين طويلة. طب عندك علم بعلاقاته النسائية اللي لا حصر لها؟ يا حبلة يا حبيبتي، أي راجل في الدنيا ما عندوش قصة حب في حياته بيبقى عنده علاقات كتير، وهو اعترف لي قال لي إنه كان عنده علاقات كتير كان خجلان منها جدا، لكن من يوم ما حبني مفيش في حياته غيري أنا وبس. ومصدقاه؟ جدا مصدقاه جدا، وبصدقه أكتر بقى لما بيقولي بحبك. طب عارفة إن في كلام وشبهات كتيرة قوي عليه في مجال شغله؟ بصي بقى، مجال شغله هو مجال شغلي، وإحنا مجال شغلنا ده فظيع، كله بيتكلم على كله، كل واحد عايز يطلع نفسه ملاك والباقي شياطين. تعالي هنا، انت جبتي المعلومات دي كلها منين وازاي؟ وبعدين انت تعرفي منين مين اللي انا بكلمك عنه من غير حتى ما اقولك اسمه؟ تسمحي تسيبيلي مصادري الخاصة لنفسي مؤقتا؟ وكمان يا وفاء، ممكن توعديني ان انت تعيدي النظر في الموضوع ده ككل؟ ما انا قلتلك يا هبلة، كل ما احاول ابعد عنه الاقي نفسي مش قادرة على بعض. خير يا استاذ حسين؟ بتقول ايه؟ معقول الكلام ده؟ انت متاكد من الكلام ده؟ طيب انا هبلغ الباشا حالا، ايه الكلام الفارغ اللي انت جاي تقوله لي ده يا عبد الرحيم؟ يا فندم ده كلام الاستاذ حسين فتحي مستخلص الجمارك اللي بيخلص لنا اجراءات الافراج الجمركي لشحنات الخامات اللي بتستوردها مصانع الشركه كل اول شهر. ده اكيد بيخرف يا اما شارب حاجه. وين الجماعه اللي في الجمارك دول؟ ايه حصل لهم؟ ايه جننوا ولا ايه؟ ازاي يحجزوا على بضاعه جايه باسم مجموعه شركاتي؟ للاسف هو ده اللي حصل يا فندم، وقبل ما ادخل لحضرتك اتصلت بالمينا واكدوا لي المعلومه، قالوا لي فعلا المحضر بيتقفل والشحنه محجوزه في الجمارك. محضر ايه وزفت ايه ومحجوزه ايه؟ الناس دي اتجننت ولا ايه؟ الناس دي ناسية انا مين؟ مش عارفين ان انا عندي حصانه. يا فندم لازم نتصرف قبل ما الموضوع يوسع ويوصل للصحافه ويوسع اكتر، نلاقي النائب العام طالب رفع الحصانه عن حضرتك وسين وجيم ومسؤوليه جنائيه، حضرتك صاحب الشركه صاحبه الشحنه. طب مستني ايه؟ اتصل بالدكتور حموده خليه يجي لي فورا. يلا. شطات وحبوب مخدره محظور استراده وبالكميه المهوله دي وفي شحنه واحده محمود بيه؟ يا متر بقول لك انا لا شحن ولا ليا دعوه بالشحن ولا اشرفت على الشحن ومليش دعوه بالموضوع ده خالص. ازاي بس يا محمود بيه؟ الشحنه جايه باسم شركتك، ده قضيه تهرب وجلب ادويه محظوره كامله الاركان. انا متاكد الموضوع هيكبر زمان الخبر وصل للصحافه، والنائب العام هيطلب رفع الحصانه عنك تمهيدا للتحقيق معاك. انا ما اخبيش عليك، الموضوع فيه مسؤوليه جنائيه. يا متر انا بقول لك انا ماليش دعوه بالموضوع ده، دي اكيد مكيده مدبره ضدي. انت قلت لي حجم المنشطات والحبوب المخدره المحظور استرادها دي تمنها كام؟ ما اعرفش، هم بتوع الجمارك بيقولوا قدروها يعني بحوالي 50 مليون. صعبه شويه، شبه مستحيله. هو ايه اللي صعب وشبه مستحيل؟ الفكره اللي كنت بفكر فيها. فكره ايه؟ ما تقول وتخلصني. نخلي واحد زي المستخلص الجمركي يشيل القضيه. بس متهيألي صعب النيابه تصدق واحد زي المستخلص الجمركي ده وهو بيعترف على نفسه ويقول انه هرب كميه المواد المحظوره دي كلها لحسابه داخل شحنه الخامات الخاصه بشركتك. استنى بس يا متر، استنى بس، هو مش عندكم في القانون بيقولوا ان الاعتراف سيد الادله؟ مظبوط. حلو، يعني حتى لو النيابه مش مقتنعه مفيش قدامها غير انها تاخد باعتراف المستخلص الجمركي وتوجه له التهمه وتستبعدني انا بقى خالص من دايره الاتهام. مظبوط؟ ما
مظبوط. يبقى هو ده اللي لازم يتم وباقصى سرعه، وقبل ما النائب العام يتقدم بطلب للمجلس لرفع الحصانه عنك تمهيدا للتحقيق معاك، وقبل ما الجرايد تفرد صفحات عن الموضوع وتبقى شوشره ملهاش حدود، عواقبها وخيمه جدا على مستقبلك السياسي، خصوصا على موقعك في الحزب. النهارده انا هجيب المستخلص الجمركي عندي في المكتب، اهم حاجه ان حضرتك تكون موجود، وجودك مهم جدا، هو اللي هيحل الموضوع. اكيد هكون موجود. كلام ايه اللي بتقوله ده يا باشا؟ انا راجل صاحب عيال، ودي قضيه فيها 10 سنين سجن على الاقل. طب ممكن تقعد وتهدي اعصابك كده اخ حسين عشان تستوعب الموقف؟ موقف ايه يا باشا؟ انا يا دوبك مستخلص جمركي وماليش دعوه بالقضيه دي خالص. طب كان محمود بيه قال لك على 2 مليون، انا هخليهم لك 4 مليون جنيه، وانا بنفس اللي هترافع عنك، ويوم المحكمه هتدينك والقاضي هتبقى ايده تقيله، مش هتاخد اكتر من 3 سنين. 3 سنين وسنه السجن بتسع شهور، ده غير ان الباشا بعلاقاته هيطلعك بعد نص المده في اول العفو. لا يا باشا، انا صاحب عيال وصاحب مرض ومش هستحمل يوم واحد في السجن. طب ايه رايك بقى، انا خليهم لك 6 مليون جنيه، ده غير ان لو حصل وخدت حكم مصاريف اولادك هتوصل لهم اول كل شهر لحد ما تخرج بالسلامه. خد بالك انت رجلك كده كده جايه في القضيه، يعني لو لا قدر الله الحصانه اترفعت عن محمود بيه وانطلب للتحقيق هينكر التهمه ويخلي مسؤوليته، يعني رايح كده جاي كده هتلبس التهمه هتلبسها. ما تنساش ان محمود بيه بيمول الصفقه وانت بتتفق عليها بيع وشراء، يعني محمود بيه قانونا موقفه سليم 100%. احنا بس مش حاملين هم غير شوشره الجرايد ووجع الدماغ. انا هاخد 10 يتحطوا باسم ولادي في البنك، وهروح النيابه اعترف واشيل عنك القضيه يا محمود بيه. وانا موافق. الاستاذ عبد الرحيم مدير مكتبي والدكتور حموده بكره الصبح هيسلموك ال 10 مليون جنيه، تاخدهم وتروح تحطهم في حسابات ولادك في البنوك زي ما انت عايز، وبعد كده تروح النيابه وتعترف. من كتر خوفه مصرومه والحزن
ما اقدرش عايز.